طبعاً السلام عليكم، والآن رجعنا لكم فيديو جديد. طبعاً هذه مدينة كريستينا سانت، هذه تقع في جنوب النرويج، مدينة كبيرة فيها مطار، فيها معالم أثرية ومنتزهات. طبعاً هذه بداية دخول المدينة، مدينة كريستينا، جسر القدام، هذا الجسر وهذا الجسر مكان العبور، ومن تحتها بحر، هذا البحر. محافظة من محافظة النرويج، المدينة حلوة وجميلة، وبنصور داخل نشوف. أحلى شيء في البيوت اللي يلفت النظر كثير، بيوت النرويج يعني مطلية باللون الأحمر، هذا الأحمر الغامق، فهذا اللي نشرت أنا فيديو قبل، هذا اللي يلفت النظر ويخلي المنظر جميل، يعني لما تصور من بعيد أو من فوق. تكون يعني زي ما تشوف هذاك البيوت، شوف كيف ألوانها، ألوانها يعني تتشابه اللون، هذا اللون اللي يحبوه النرويجيين، يطلوا المنازل حقهم هذا يلفت النظر بالذات في فصل الصيف أو فصل الخريف. لما تشوفوا المدينة، مدينة حلوة ومرتبة من داخل، مدينة كبيرة جدا. طبعا الثلج نزل فيها شوية وذاب يعني سريع، يعني ما نشوفش انه ثلج يعني ينزل فيها كثير، او المدينة هذه يعني تعتبر في الجنوب، فاكثر شيء ينزل يعني بكثرة الثلج في المدن الشمالية زي ما فنلندا ونفس السويد، يعني بشكل عام نقول الدول الاسكندنافية أكثر الثلج ينزل فيها في الدول اللي تقع في الشمال، شمال البلاد نفسها. مدينة حلوة، هذا من جهة أخرى طبعا، ومن هنا نروح للمنتزه الثاني اللي على البحر نفسه، من هذا الاتجاه هيكون. أو شيء أو ما أدري، بس شكله منظره رهيب، المبنى نفسه مبنى ضخم يلفت النظر، يعني جميل المبنى. بس في هنا لافتة، أعتقد أنه عليه اللافتة هذه يتكلم مناعش. يمكن دائرة حكومية أو شيء أو وزارة يمكن. فالمدينة حلوة، أنا عجبني فيها إني منظمة، يعني طريقة بناية البيوت والشوارع منظمة ومرتبة، فما تشوفوش يعني زي العشوائية. فالمدينة حلوة ومرتبة وكبيرة. سأعتقد اني مسكرة او مفتوحة، نروح نشوف اذا فاتحة او مسكرة. الحديقة هذه، الحديقة هذه جميلة، حديقة حلوة جدا. طبعا هذه الساحة في اللي قريبة من الكنيسة حقهم، هذه الكنيسة اللي تشوفوها كنيسة قديمة.
طبعا هذه الكنيسة القديمة، مدينة كريستينا سانت. طبعا هذا المكان كله وسط المدينة، هذا المكان وأكثر الناس يعني يجوا هنا يتسوقوا في هذا المكان، كله تسوق، شوبينج ومطاعم، مطاعم نرويجية حتى بهذا المكان، كلها مطاعم ومنظمة في نفس الوقت. حلو فيها أني منظمة المدينة، يعني ما فيش شوارع عشوائية أو لفات أو منحدرات، أو المدينة حلوة. زي ما تشوفوا هذا المكان، وطبعا هناك فيه تزلج، فهذا المكان يعملوا فيه الحفلات مثلا. وهذا الكنيسة اللي مطلة على المدينة نفسها، كنيسة قديمة جدا. ساعة طبعا في حديقة هنا في هذا المكان، حديقة حلوة، حديقة يجلسوا فيها أو طبعا هذه الحديقة الخاصة أمام الكنيسة. حديقة حلوة. طبعا هذا التمثال يعتبر من المعالم حقهم، من التاريخ، أو نفس اللي صورنا بالفيديو أول. مدينة حلوة وجميلة، مدينة في نفس الوقت. هناك تمثال في الجهة هذيك، في تمثال، هذا التمثال هذا. جميلة النرويج، طبيعة عندهم سبحان الله ما شاء الله، مناظر جميلة، والحدائق عندهم وشكل البيوت باللون الأحمر، جميلة جميلة فعلا. النرويج جميلة، كيف مبنية بعد على شكل هذا من الجسر الثاني، هذا جسر، هذاك جسر واحد. شوفوا، شوف البيوت كيف باللون الأحمر. طبعا زي ما تشوفوا هذا من مكان ثاني. طبعا هذا الجسر، أنا كنت بالجسر هذاك الأول اللي تشوفوه، مش هذا الأبيض الجسر، مش هذا الجسر الأبيض، في جسر قبله فقط، يعني ما يمشنش منه سيارات، اللي قدام يمشي منه سيارات. فأنا كنت هناك في الجهة هذه، والآن أنا رجعت لهذه الجهة. شكل البيوت، شوفوا البيوت اللي هناك، شوفوا البيوت اللي طبعا هذا حي راقي جدا هذه الجهة. احاول اقرب اشوف كيف هيطلع، شوف البيوت كيف، شوفوا الوان البيوت كيف، نفس البيوت حق سويسرا.
فهو اكثر اللون اللي بيختاره اللون الاحمر، احمر غامق، اللي هو نحن نسميه لحمي، يعني لون لحمي يعني احمر غامق.